سلام البنات، مرحبا بكم من جديد. اليوم راح نحط لكم الحشو نتاع البرجر اللي قلت لكم درتو بالدجاج. وصفة هايلة وخفيفة وتجيكم ما شاء الله، ما يجيكمش يابس. نحتاج اول حاجة كمية من قطع الدجاج. انا هنا شريت كميتها 50 ألف، وضفت لها حبة بصل متوسطة، وضفت لها تقريبا 4 فصوص ثوم. نحطهم كامل في الخلاط الكهربائي، يعني نحط صدر الدجاج مقطع مربعات، ونضيف كذلك فصوص الثوم وحبة بصل متوسطة. كيف كيف نقطعها قطع صغيرة نوعا ما هكذا، ونزيد نضيف عليهم كمية من المعدنوس، وراح نضيف كذلك 2 بيضات. يعني هذه الكمية راح تخرج لكم كمية ما شاء الله، تبعوا فقط الخطوات. وراح نزيد نضيف عليها البهارات اللي هي بابريكا حار وبارد، ونضيف كذلك بهارات خاصة بالدجاج، ونزيد نضيف لها شوية فلفل كحل وشوية زيت، تقريبا 2 ملاعق أكل كبار زيت، ونضيف ملعقة صغيرة موطارد، وملعقة كبيرة جبن طري، أي جبن تفضلوه نتوما، وملعقة صغيرة هريسة، ونزيد نضيف عليهم 2 ملاعق أكل لا شابلور، وراح نخلطو ونشوفو القوام. إذا لقيتوه خفيف راح نزيد نضيفو لا شابلور. هنا بعد ما خلطتو كما راكم تشوفو زدت ضفت شوية ملح، لأنه جا ناقص شوية في الملح، وكما راكم تشوفو راهو خفيف، راح نزيد نضيفلو ملعقة ونصف لا شابلور. يعني في الكمية كامل ضفت 3 ملاعق أكل ونصف لا شابلور، ونعاودو ونخلطوهم مليح. وهذا هو القوام تاعها، شوفوا كيف يجيكم، يجي متماسك نوعا ما، يعني ما يكونش خفيف. نفرغوهم في صحن، وهذا هو القوام كما راكم تشوفوا، راهو تقريبا ما يكونش ثقيل ياسر، يكون شوي شوي. نحتاجو بعد ذلك الغطاء، الغطاء يعني راهم متوفرين، تقدروا ديروا اي غطاء عندكم هكذا. ونحتاج كذلك قطعه من البلاستيك، البلاستيك يكون غذائي طبعا. ونبداو في كل غطاء راح نديروا 2 ملاعق اكل هكذا كما راكم تشوفوا، ونغطوا بالبلاستيك الغذائي، ونعدلوها على كامل الغطاء هكذا، ونحاولوا نسوي الاطراف نتاعها مليح هكذا بهذا الشكل هكذا كما راكم تشوفوا. هذه هي، شوفوا الشكل تاعها كيف يجي. نغطوها ونحطوها في المجمد تقريبا 10 دقائق حتى تتماسك مليح، يعني وتساعدكم في الطبخ. نعاود معكم واحدة أخرى، نحطوا ملعقتين. شوفوا هذه الخلطة يعني خرجت لي ما شاء الله، يعني كمية صغيرة تشرب 50 ألف تخرج لكم 10 قطع إلى 12 قطعة. أنا هنا راني خدمتهم يعني كبار ملاح، حتى في العلو عاليين، وانتم ما تقدروا تصغروا منهم، تقدروا تخرجوا منهم حتى 15 وحدة على حساب الغطاء إذا كبير ولا صغير. نحطهم في المجمد 10 دقائق، بعد ذلك تقلوهم عادي في مقلة، إذا كانت ما تلصقش ما ديروش الزيت، وإذا عاد تلصق ديروا كمية قليلة من الزيت، وطيبوه على نار خفيفة حتى يحمروا. هذه هي، ونجول الآن للحشو. ديروا طبقة من الجبن، طبقة من الهريسة، سلطة خضراء، ديروا بيض، ديروا قطعة الدجاج وفوقها الجبن تاع لي ساندويتش، ديروا شريحة البصل، شريحة الطماطم، المايونيز، هنا تبقى لكم اختياري، يعني ديروا واش حبلكم نتوما في الحشو. وهذا هو شكله النهائي، جا ما شاء الله، يعني احسن احسن بألف مره من اللي راهو يتباع على برا. يعني جربوها ومش راح تندموا عليها، وخلوا لي رايكم في التعليقات، يعني جا تحفه من الخبز من الحشو، جا ما شاء الله. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.